بسم الله الرحمن الرحيم. الآن في هذا الفيديو سوف نتناول درس المرجح، مرجح نقطتين. سوف نبدأ بمرجح نقطتين، أي مرجح كتكون عندنا نقطتين. قبل أن نشرع في التعريف والمبرهنة والخواص، غادي سوف نرى ما معنى مرجح. ما معنى مرجح؟ مرجح معناتها وهو أن جاية من كلمة أرجوحة. أرجوحة ما معناتها؟ معناتها خصني التوازن، خصني حاجة تاع التوازن. ما معنى التوازن؟ معناتها خص تكون عندي مثل الميزان، ولكن مثلا هكذا هكذا. من هنا مثلا عندي كيسي واحد كبير على واحد، مثلا هنا يا 4 مش عارف كيلوغرام، وهنا 3 كيلوغرام. هنايا في الميزان وش هو الفرق؟ هنا في الميزان، في الميزان مثلا المؤشر، هنا المؤشر فين يجي؟ شي في النص. وهنا يبقاو نزيدو هنا الكيلوغرامات باش يجي المؤشر كيف كيف، باش يجيو باش يجي هاد الكتله، باش تجي الكتله الاولى تساوي الكتله الثانيه. في المرجح لا، في المرجح التوازن انا نديره. بمعنى ماذا التوازن؟ كيفاش انا نديره؟ معناتها انا يخصني هذا، انا ولي نلعب به، انا نلعب به، بقى نكحزه هنا نكحزه هنا نكحزه هنا، او نكحزه هنا نكحزه هنا، حتى تولي هذه توازن هذه، حتى تولي هذه توازن هذه. هذا هو المرجح، معناتها انا نتحكم في هذا، نبقى نتحكم فيه هنايا باش تولي حتى يجيني ليكيليب، حتى يجيني التوازن. في الميزان لا، نبقى هنا نزيد كيلوغرامات حتى يجيني التوازن، حتى هذا المؤشر يجيني في هذا في الوسط. بصح انا لا، انا نبقى نتحكم. هذه هي المرجح، هذه هي النقطه جي، هذه هي المرجح، هذه هي النقطه جي، هذه هي اللي نبقى نحركها انايا. انا نشوف فين نديرها، نديرها هنا باش يعطيني التوازن، نعطيني نديرها هنا، نديرها هنا، نديرها هنا، حتى يجيني التوازن، حتى تجيني هذه وهذه في نفس الخط، تجيني هكذا، تجيني هذه وهذه في نفس الخط هكذا. فوقاش تجيني في نفس الخط؟ مثلا كون نحط هذه النقطه، كون نحط هذه جي نحطها هنا، مثلا هذه غادي تطلع شويه هكا، تطلع شويه، وهذه تهود شويه، عفوا هذه تطلع شويه، هذه تهود شويه. مثلا كون نجيبها هنا، هادي تطلع بزاف وهادي تهود هكذا، حتى يجيني التوازن. خاطر الضربة الأولى الميزان يجي داير كيما هاكا، الميزان يجي داير هاكا، هادي تجي هاودة بزاف هاكا. أنا نعطي لكم غير بالتقريب باش يوصل لكم المفهوم تاع المرجح. هكذا يجي الميزان، هادي تجي هاودة، هادي يجي عوج، هذا اللي هنايا يجي عوج مثلا هكذا، باش نقربوا لكم المعلومة تاع المرجح. على خاطر خصكم كي تقراو حاجة تعرفوا علاش راكم تقراوها. مثلا هادو هاد الكتلتين كيفاش غادي تجي؟ كيفاش يجي هاد المستقيم؟ غادي يجي كيما هاكا، تبعوني جيدا، غادي يجي هاكا هكذا. هادي كيشغل هادي راه هاودة. هنايا في الميزان نجيب الكيلوغرامات نحطهم هنايا باش هادي تبقى تهود، باش يجي ليكيليب. انا خاصني يولي كيما هاكا هكذا. باش ندير واش خصني ندير؟ هاديك النقطة تاع المرجح خصني كيشغل، انا راني رافد، كيشغل انا راني رافد هاد البلا، انا راني غادي نرفد هاد العود، هذا غادي نرفده، وكن نرفده من هنايا هادي غادي تهود، هادي تطلع. بون كن نرفده منا، كن نرفده هنا، كن ندير النقطه هنايا، كن ندير يدي هنا ونرفد، جي نديرها هنا نرفد هنا، هادي غادي تهود شويه. وكن نديره هنا مثلا غادي هادي بالك تزيد تهود، كن نديره هنا بالك تزيد تهود. لذلك هذا هي هذه النقطه تاع الجي، هي المرجح. المهم تكون هنا في هاد، هذه مرجح نقطتين، مرجح نقطتين. هذا هو ما معنى المرجح، غير باش نعرفوا نوصلوا لكم الفكره نتاع المرجح. الان نمشيو نشرعوا الان في فهم ما معنى المرجح بالتفصيل. الان واش يقول لك؟ يقول لك لتكن او بنقطتين متميزتين، نقطتين متميزتين معناتها نقطتين مختلفتين، نقطتين متميزتين، وهي مثلا نقطه هنا ونقطه هنا، ا و ب، نقطتين متميزتين أو مرفقتين متماولية، يكون ألفا وبيتا عددين حقيقيين، حيث ألفا زائد بيتا تختلف عن الصفر. نسمي مرجح النقطتين أ و ب المرفقتين من معامل ب و أ على ترتيب نقطة جي، حيث ألفا جي أ زائد بيتا جي بي يساوي الصفر. باش نبينو بلي النقطة جي مرجح، باش نبينو بلي النقطة جي مرجح، خصنا واش نديرو باش نبينو بلي النقطة جي مرجح؟ شو خصنا نجبرو بلي الفا زائد بيتا
تختلف عن الصفر. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الزوجة نجبرو باللي ألفا جي أ، هذا قانون، جي أ زائد بيتا جي بي هكذا، هذه بيتا، بيتا جي بي يساوي الشعاع المعدوم، ماشي صفر، الشعاع المعدوم. هادي هاد هادو زوج وشي باش نبينو بهم، باش نعرفو باللي جي مرجح. هنا اللي نبين باش نعرفو فين نخدمو بالقوانين، نبين اللي نبين ان جي مرجح، عفوا مرجح للنقطتين، نقطتين شهما النقطتين ا و ب. هاد القانون، هاد القانون هادو زوج نبينو بهم، كون نجبرو بلي الفا زائد بيتا تختلف عن الصفر، ونجبرو بلي الفا جي ا زائد بيتا جي بي تساوي الصفر، تساوي عفوا الشعاع المعدوم، فتما نقولو بلي جي مرجح للنقطتين. هاد الخاصية نستعملوها لكي نبين جي مرجح للنقطتين. بون هذا في التعريف. بون نشوفو الخاصية الثانية، هادي 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 واش كتبينا؟ كتبينا ا جي، تبعوني جيدا، تساوي بيتا على الفا زائد بيتا هكذا في ا بي. هذه فوقاش نستعملوها؟ هذه نستعملوها كي يقولولنا، كي يقولولنا هما يقولولنا جي مرجح، نكونوا عارفين باللي جي مرجح، نكونوا عارفين باللي جي مرجح ا و بي. هنايا نكونوا عارفين باللي جي مرجح ا و بي، هنا نكونوا عارفين باللي جي مرجح ل ا و بي، هنا نكونوا نعلم ان جي مرجح ل ا و بي، نستعملوا هذا القانون. مي كي يقولوا لنا بين ان جي او انشئ النقطه جي مرجح، او بين ان النقطه جي مرجح ل ا و بي، خصنا نستعملوا هذا القانون لكي نبين فقط. هذه القوانين مهمة جدا، أنا وريت لكم هنا لكي لكي تعلمون أو تعرفون في أي حالة نستطيع استعمال هذا القانون وهذا القانون، باش ما تخلطش عليكم الأمور. مو الآن فهمنا ما معنى القانونين، هذا القانونين عرفناهم وش يديروا. الآن كعرفنا هذا القانونين وش يديروا فين نستعملوهم، يلا نحلو تمرين تطبيقي، عندكم محلول في الكتاب ولكن نزيد نشرحه بطريقة مفصلة لكي تفهمونا جيدا. الآن تمرين تطبيقي وش يقول لك؟ ها هو تمرين تطبيقي مباشر. وش يقول لك؟ يقول لك A و B، A و B ماذا؟ A و B نقطتان متميزتان، معناتها منفصلتان بعضياتهم. أنشئ النقطة جي مرجح النقطتين A و B الموافقتين بالمعاملين 3-1 على الترتيب. هنا واش قالوا لنا؟ أنشئ النقطة جي مرجح، قالوا لنا باللي جي مرجح، هم قايلين لنا باللي ماذا؟ باللي جي هي مرجح النقطتين A و B موافقتين بالمعاملين 3-1، معناتها A ألفا نتاعها هي 3، B بيتا نتاعها هي 1، قال لك انشئ النقطه جي. الان ماذا نحتاج؟ نحتاج الى هذين، هذه القوانين. ما هو القانون اللي نقدر نخدمه به؟ قال لك انشئ النقطه جي مرجح النقطتين، معناتها قالوا لنا باللي جي هي مرجح، معناتها غادي نحتاجه واش، ماذا نحتاج في حل هذا التمرين؟ بون نحتاج هذه القوانين. الحاجه الاولى اللي نعرفوها هي ا وهي بي، الفا وبيتا، الفا وبيتا. نشوفوا واش يتحقق لي هذا القانون ام لا. 3-1 تساوي 4، 4 تختلف عن الصفر، معناتها صاي جي راها مرجح، نقدر نقولوا باللي جي هنا، نقدر نقولوا جي مرجح ا و بي، كون جبرناها تساوي الصفر ما توليش مرجح. الان عرفناها بلي مرجح، انتبهوا جيدا معايا هاد القانون، غادي نرفد هاد القانون نخدم به. قالوا لنا جي باللي مرجح، ثم نخدم بن هذا، تبعوني جيدا في هاد القانون. شنو يقول لك القانون؟ القانون يقول لنا ا جي ماذا يساوي؟ يساوي بيتا على الفا زائد بيتا في ا بي.
غادي نقول لكم نبهكم بواحد الحاجه. قال لك انشئ النقطه جي مرجح ا و بي، معناتها خصني نجبر ا جي شحال تساوي بدلاله ا بي، خطر علاش؟ خطر مثلا باش نعرفوا فين رانا غادي نوصلوا، مثلا هذه ا وهذه بي، جي مرجح ا و بي، جي وين غادي تجي؟ يا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، هذه جي هنايا غادي تجي جي. بون هنايا باش نعرف جي الموضع نتاعها باش ننشئوها، باش نعرف الموضع نتاعها خصني نعرف هذا الطول ا جي ماذا يساوي بالنسبه الى ا بي، او نعرف هذا بي جي بالنسبه الى بي ا. هذا ما كان، هذه هي الحاجه اللي راني غادي نوصل لها، خصني نعرف الطول ا جي هذا او هذا بالنسبه الى ا بي باش نقدر ننشئها، ولا نعرف الطول بي جي بالنسبه الى شعاع بي ا فقط. وهنايا نبهكم لواحد الحاجه، مانيش عارف الا شفتوها ولا ما شفتوهاش، ولكن غير باش ما تحفظوش القانون كيما راه تبعوني. هنا واش قلنا؟ هنا قلنا ا جي تساوي بيتا على الفا زائد بيتا في ا بي، كون نقلبو كون تقول لي بلي ما نديش ا جي انا، ندي بي جي، نجبر بي جي انايا ماذا تساوي؟ بي جي يساوي الفا على الفا زائد بيتا في ماذا؟ في بي ا، في بي ا. معناتها كي تخدم من هذا القانون غادي تجبر ا جي ماذا تساوي بالنسبه الى ا بي، معناتها هذه واش تساوي؟ واحد من اثنين ولا واحد من ثلاثه ولا الثلث ولا الربع نتاع ا بي ولا الخمس نتاع ا بي. هنايا في هذا القانون واش نجبرو؟ نجبرو بي جي هكا، بي جي بي جي بي جي بالنسبة إلى بي أ، معنتها بي جي وش هو؟ هو ثلث بي أ أو ربع بي أ ولا ثلاثة أخماس بي أ أو غير ذلك. الآن نكمل العمل. هنا يغين نبهتكم لهذه القوانين لكي لا تحفظون قانون واحد فقط. الآن نكمل العملية أ جي. الآن نقوم بتعويضات مباشرة. أ جي تساوي بيتا كم؟ بيتا، بيتا هي معامل بي على الترتيب اللي هي كم؟ واحد، ها هي واحد. ألفا، ألفا هي معامل أ اللي هي ثلاثة زائد بيتا اللي هي واحد في عفوا شعاع أ بي، هكذا في شعاع أ بي هكذا. الآن تساوي أ جي تساوي ماذا تساوي؟ أ جي تساوي واحد على أربعة أ بي، معنتها أ جي يساوي ربع أ بي، أ جي يساوي ربع أ بي، أ جي ماذا يساوي؟ يساوي الربع نتاع الأ بي. كيف نمثلها؟ مثلا نأتي بالمستقيم، ما هو؟ ها هو مثلا أ بي، نعين عليه أ بي، ها هو الشعاع أ بي. أ جي ماذا تساوي؟ أ جي اسم النقطة جي اللي غادي نرسمه يساوي الربع نتاع أ بي، ها هو أ بي، معنتها الربع تاع أ بي وش هو؟ معنتها هنايا أنا الدروس تاع السنة، دروس تاع سنوات المتوسط فقط، هنايا أ بي الربع، أجي هو الربع، معنتها أ بي نقسموها لأربعة الأجزاء متساوية، نتوما تكون عندكم مسطرة تقسموها إلى أربعة أجزاء متساوية، واحد اثنان ثلاثة أربعة. الآن هذا ربع، هذا ربع، هذا ربع، وهذا ربع، معنتها أربعة على أربعة اللي هي واحد فقط. الآن وش ندير؟ وش ندير؟ ماذا يساوي ا جي؟ هو ربع ا بي ورا الربع الاول وهو هذا، هنا تجي النقطه جي، ها هو ا جي، انتبهوا جيدا، ا جي هو ربع وربع ا بي. وهناك طريقه اخرى لطاليس كما راهم دايرينها في الكتاب، الطريقه الاخرى تاع طاليس هي سهله، نوريها لكم الان، غادي نشوفوها الان. مثلا
نقسموش هذه A B، نجيبو خط آخر هكذا مثلا، عفوا باغي نديرو الربع، ها واش غادي ندير، تبعوني مليح، هكذا نديرو الربع مثلا، هذه نسميها سي. الان هذه سي نقسمها الى اربعه اجزاء، قال لك الربع نقسموها الى اربعه بالمسطره. هنايا هذه تقدروا تستعملوها كما يكونش عندكم هذا الطول تاع ابي محدد، كي يكون عندكم مثلا طويل ولا بالسنتيمتر ما تبقاش تقسم هنايا اربعه، ندير هذه ونختار لها انايا الطول نتاعها ونقسمها على اربعه مثلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نديروها بين وش خصني ندير هنايا، ربط بين التالي النقطة التالية وهنا، ونشوفو هنا الربع، الربع تاع آسي وش هو، هنايا الربع تاع آسي واحد على أربعة، هنا هنا مثلا نسمي هذه، ونرسم نقطة أخرى على أبي توازي يوازي سي، خصني نرسم دي جي، خصني نرسم هذا دي، هذه النقطة دي اللي هنايا، خصني نرسم نقطة أخرى هنا نسميها جي، بحيث هذا دي جي يكون يوازي سي بي، معناتها يكون عندي التوازي هكذا، يكون عندي التوازي هكذا تقريبا راهم متوازيين، تسمى النقطة جي هنا تأتي، هنا النقطة جي اللي هي ربع أ بي، هذه طريقة أو بالطريقة الأولى فقط. بو هرانا جبرنا الحالة الأولى، والحالة الثانية بنفس الطريقة، بنفس الطريقة. الآن نمسح هذا الشيء ونقوم بالحالة الثانية، الحالة الثانية بنفس الطريقة، التمرين الثاني بنفس الطريقة. وش قالوا لنا هنا؟ بلاست جي هنا، التمرين الثاني ماشي التمرين الثاني، السؤال الثاني واش قال لك؟ قال لك انشئ النقطة اش مرجح النقطتين ا و بي بالمرافقين بالمعاملين، واش هما المعاملين؟ ناقص 4 و 3، نجمعوا ناقص 4 زائد 3، هادو نجمعوا المعاملات خاطر القانون ها واش يقول لك؟ ناقص 4 يساوي ناقص 1، وهذا يختلف عن الصفر، ومنه اش مرجح A و B، صحيح دروك عرفنا باللي H هي مرجح A و B. الآن كعرفنا باللي H مرجح لـ A و B، وش نديرو دروك؟ بنفس الطريقة نطبق القانون A H، مشي A G، A H، A H هو المرجح، H هو المرجح، H A H يساوي بيتا على ألفا زائد بيتا في A قوم بعملية التعويض بماذا؟ بيتا ماذا تساوي؟ هي التابعة لبي، وهي على الترتيب 3 قسمة ألفا اللي هي تابعة لبي أ ناقص 4 زائد 3 أ بي. هناك طرق كثيرة لإنشاء لإيجاد هذه النقطة H تساوي هنا زائد تعطينا 3 على ناقص 1 A B، وهذا ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 3 A B A H. معناتها هنايا تلاحظوا باللي A H يساوي ناقص 3 ناقص 3 A B ناقص 3 A B، معناتها النقطة A B نشأ المستقيم A B، ها هو المستقيم A B مثلا، هذا هو AB AB، شو قال لك؟ قال لك AH معناتها A، وهذا الاش اللي غادي نرسموه ناقص 3 AB، معناتها العكسة ناقص هذا AB، ها هو الشعاع نتاعه، معناتها ناقص معناتها يجي من الجهة اللي منا، شحال من خطرة؟ 3 خطرات AB، ماشي 3 خطرات AB، ناقص 3 خطرات AB، معناتها يجي من الجهة الأخرى، انتبهوا جيدا. الخطرة الأولى واحد
اثنين ثلاثة هكذا عشر، ماذا يساوي؟ ثلاثة أ بي، ثلاثة غادي نتوما ديرو بالمسطرة، خص هاد الطول يكون يساوي هذا ويكون يساوي هذا ويكون يساوي هذا، معنتها ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة فقط. هكذا قد انتهينا من هذا من هذا التمرين البسيط لكي تترسخ لكم الفكرة، فكرة المرجح فقط، باش تعرفوا فوقاش نستعملوا هذا القانون ولا هذا القانون لكي نثبت أن هذا مرجح أو ننشئ مرجح. الآن التمرين الثاني نشرع فيه حله. أ و ب نقطة متميزة معناتها مختلفة، لتكن أ واحد لتكن نقطة ك حيث، غادي نكتبو هادي ك أكا واش عطاوها لنا، حيث ماذا أكا ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 8 على 3 أ بي. هكذا هما عطاو لنا هاد القانون، هما عطاوه لنا، تبعوني مليح. هذه الملاحظة الأولى، أثبت أنك مرجح أ و ب مرفقتين بالمعاملين صحيح يطلب تعيينهما. نثبت أن ماذا؟ نثبت أن أكا هو مرجح، خصنا نثبت بلي أكا هو مرجح، ك هو مرجح. كيفاش نثبت بلي ك هو مرجح؟ بمعاملين صحيحين يطلب تعيينهم، ونعين لهم معاملين تاعهم أ و ب، اسما غادي نثبتو بلي مرجح، معناتها خصني نثبت هذه هنايا. باش قلت لكم كنت في كي جي كنت نشرح نقول لكم، كي يقول لكم اثبت بني ان ك مرجح، خصني نثبت، خصني نجبر هذه، نجبر ا زائد ب تختلف عن الصفر وهاد العلاقه. الان هناك طريقتين، غادي نشوف لكم بالطريقه السهله، تبعوني مليح، تابعوني جيدا. الان هنايا في هاد العباره هذه، وشاركوا تلاحظوا ا ك هو مرجح، ك هو مرجح، تبعوني مليح. هنايا واش تولي لي ك هكذا، ك انتبهوا جيدا، هذه ا ك هي هذه ياك، ا بي هي نفسها، ا بي هي هذه. حنا غادي ندير فقط المطابقه، واش نقول لهم، واش نكتب لهم؟ نكتب ان الان بيطا، هذه هي بيطا، هذه هي بيطا، خاطر غير بيطا اللي تجي الفوق، بيطا هي هذه هكذا، معنتها بيطا كم تساوي؟ بيطا تساوي ناقص 8، وهذه وش هي؟ هي الفا زائد بيطا، الفا زائد بيتا تساوي كم؟ 3. نحل الجملة، بيتا يساوي ناقص 8، ألفا بيتا هي ناقص 8، نعوض بيتا بناقص 8، ناقص 8 يساوي 3، وهذا ماذا يساوي؟ ألفا يساوي 8 زائد 3، هذا ديتهم في الطرف الآخر، يقول لي ألفا تساوي 11، منه ماذا؟ شجبرت ألفا يساوي 11، بيتا كم يساوي؟ ناقص 8، 11 ناقص 8 كم تساوي؟ 3، تختلف عن الصفر، إذن ك مرجح أ و ب، أ و ب ألفا، نضرب نطبق هذا القانون، هذا ألفا كا زائد بيتا كا بي يساوي الشعاع المعدوم، ومنه منه ماذا؟ ألفا حجبتها 11، ماذا؟ ك أ
ناقص 8 ك بي يساوي الشعاع المعدوم فقط. ها راني جبرت لهم باللي ك مرجح النقطتين A و B. او بطريقه اخرى، تبعوني الطريقه الاخرى واش غادي ندير. طريقه سهله، طريقه اخرى، خاطر هنا بعده طرق نقدر نحلو هذا التمرين. الطريقه الثانيه واش عطاونا هما؟ عطاونا AK ماذا تساوي؟ تساوي ناقص 8 على 3 A B. شان دي نضرب جداء الطرفين في جداء الوسطين، تولي لي 3 A K تساوي ناقص 8 A B فقط. ضرب جداء هذه راه على واحد، ضرب جداء الطرفين في جداء الوسطين. الآن شتولي لي 3 A K تساوي ناقص 8. انتبه هنا واش غادي ندير. غادي ندخل كا هنا بعلاقة شال. انا ندخلتو، علاش ندخلو كا؟ خاطر باش نجبر اكا، باش نجبر كا مرجح، خاطر هنا عندي اكا وخصني ندخل هنايا اكا. تبعوا جيدا، كي ندخل كا واش غادي تولي لي؟ تولي لي اكا هكذا زائد ك بي. ما درت والو، دخلت الكا هناك بعلاقة شال. واش تولي لي؟ 3 A K تساوي ناقص 8 A K هكذا زائد، عفوا، ناقص 8 K بي. هذا ننتهي من الطرف الآخر، يولي لي أو كيش ما تبغيو تديو هذا الطرف هذا، ولا هذا تجيبو لهذا الطرف، غير كيش ما تبغيو. شتولي لكم؟ تولي لكم 8 A K، هذا شعاع A K زائد 3 A K يساوي ناقص 8 K B. 3 A K زائد 8 يساوي 11 A K تساوي ناقص 8 K B هكذا. الآن هذا عندي A K، باش نرده K أو شديه سما نعكسه وندير الناقص هنا، واش تولي لي؟ تولي لي ناقص 11 K A. يقولوا لي علاش رديته K A؟ لأن شوف في القانون المرجح خص يكون جي A جي B، تسمى كا أ كا بي. عندي كا بي خصني كا أ، واصل تساوي ناقص 8 كا بي. الناقص هادي تذهب مع الناقص هذه، شتصبح لنا 11 كا أ يساوي 8 كا بي. تبغيو تردوه للجهة الأخرى، الطرف الآخر، شتولي لي؟ تولي لي 11 كا أ ناقص 8 كا بي يساوي الشعاع المعدوم. ها هي أ با وها هي بي با فقط. هذه طريقة أخرى، هذه باش نعرفو كيفاش نعينو باش كيفاش نعرفو نعينو الفا وبيتا في كي تكون عندنا ك مرجح. هادو هما الصوالح المهمين اللي خصكم تعقلوا عليهم، صوالح مهمين اللي خصكم تعقلوا عليهم. الان دوك مور هاد الفيديو ان شاء الله دوك نديرو مرجح لثلاث نقاط.